بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ببرقية تهنئة للأخي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده عبر سموه فيها عن خالص تهني وتمنياته لجلالته بدوام الصحة والسعادة وللشعب الأردني الشقيق إطراد التقدم والنماء مؤكدا سمو رئيس الوزراء في برقيته على متانة العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في شتى المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ببرقية تهنئة ممثلة إلى أخيه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ضمنها سموه بالغ تهنيه له بهذه المناسبة الوطنية